السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف الثاني عشر المسار التكنولوجي في مشروع الوحدة الجزء الأول. سنقوم في هذا المشروع ببناء شبكة متكاملة لنراجع جميع هذه الدروس وأهم ما جاء فيها. أهداف المشروع: إنشاء ثلاث شبكات محلية باستخدام العناوين الثابتة وتوصيلها ببعض، التمييز بين المحول والموجه switch and router، متى نستخدم الموجه ومتى نستخدم المحول، كيفية إعداد الموجه لتوصيل الشبكات المختلفة، فهم وضبط إعدادات default gateway و DNS server، إنشاء مجموعة من خوادم الويب، وإنشاء وإعداد خادم DNS، التحقق من اتصال الأجهزة من شبكة مع الشبكات الأخرى، والتحقق من اتصال الأجهزة بخوادم الويب والوصول للمواقع. هذا ما سنقوم به في الجزء الأول، ولنبدأ بإنشاء ثلاث شبكات محلية. سيكون معرف الشبكة أو الـ Network ID للشبكة الأولى هو 10.0.0.0، أي أن جميع الأجهزة في الشبكة الأولى ستبدأ بالرقم 10، وسيكون الـ Network ID بالنسبة للشبكة الثانية هو 20.0.0.0، والشبكة الثالثة سيكون 30.0.0.0. إذن سيكون لدينا Network 1 أو الشبكة الأولى، والـ Network ID هو 10.0.0.0، أي عنوان سيكون مقبول ما دام أن الـ Network ID يبدأ بـ10. كذلك في Network 2 سيكون الـ Network ID هو 20.0.0.0، وفي الشبكة الثالثة يوجد لدينا أيضا مجموعة من الأجهزة. أما الشبكة الرابعة سنتحدث عنها لاحقا، لكنها ستحتوي على DNS Server ومجموعة من خوادم الويب. إذا سنبدأ بالخطوة الأولى، وهي إضافة جهازين للشبكة الأولى. وللتوصيل بين هذين الجهازين ليشكلون شبكة نستخدم السويتش أو المحول. سأذهب إلى تبويب Network Devices ومن ثم أختار Switches، وسأختار هذا السويتش 2960. وبما أن الأجهزة مختلفة عن السويتش فنختار الكيبل المباشر للتوصيل بينهم. والآن علينا تعيين العناوين لهذه الأجهزة. سأذهب للجهاز الأول ثم أختار ديسكتوب ثم IP config، وسيكون عنوان ثابت. سأختار مثلا عنوان 10.10.10.21. سنتغاضى عن الديفولت gateway والدي ان اس مؤقتا ونعود لهم بعد قليل. سأقوم بنفس العملية للجهاز الثاني. سأغير اسم البي سي لأتذكر أن هذا IP 22 في الأخير بهذا الشكل، وأكتب في الملاحظة عنوانه، ثم أذهب لهذا الجهاز الثاني وأختار Command Prompt، وللتحقق من اتصال سأقوم بأمر ping P-I-N-G مسافة ثم عنوان الجهاز الثاني. ممتاز، هناك أربع ردود، وبالتالي الاتصال ناجح بين الجهازين وبالتالي الشبكة. هذه هي الشبكة الأولى. سأقوم بنفس العملية لإنشاء الشبكة الثانية. الآن سنقوم بنفس الإجراءات للنتورك الثالث.
ممتاز، إذن تم الاتصال بالشكل الصحيح. الآن سأقوم بإضافة Access Point على هذا السويتش في الشبكة الثالثة، وسأضيف جهاز ذكي أو هاتف ذكي ليكون متصل عن طريق الوايرلس. من تبويب Network Devices سأختار Wireless Devices، ومن ثم أختار Access Point PT APPT، وسأقوم بتوصيلها أيضا بكابل مباشر. والآن سأذهب إلى تبويب End Devices وسأختار Smart Device، وللتوصيل بينهم عن طريق الوايرلس يجب ضبط الوايرلس في هذا الجهاز ألا وهو الأكسس بوينت. سأقوم بالضغط على الأكسس بوينت وأختار Port 1، وهنا أغير اسم الشبكة للوايرلس فأسميها مثلا Network 30. الآن سأذهب إلى الهاتف وأختار Config، ومن تبويب Wireless سأختار نفس الشبكة Network 30. الآن لابد أن يتصل هذا الهاتف بالأكسس بوينت وبالتالي بالشبكة. إذن ما هو الجهاز الذي استخدمناه للتوصيل بين مجموعة من الأجهزة لإنشاء شبكة واحدة؟ لقد تكرر الأمر في الشبكة الأولى والثانية والثالثة، لقد استخدمنا المحول أو السويتش. إذن نستخدم السويتش للتوصيل بين مجموعة من الأجهزة لتشكيل شبكة واحدة. والآن ما الذي يجمع بين هذه الشبكات مع بعض؟ كل شبكة مختلفة عن الأخرى، لديها معرف شبكة مختلف، وما الذي يمكننا استخدامه للتوصيل بينهم؟ هو الموجه. إذن نستخدم المحول لتوصيل عدة أجهزة لإنشاء شبكة واحدة، ونستخدم الموجه لتوصيل عدة شبكات مع بعضها البعض. يجب إضافة موجه بين هذه المحولات لإيصال جميع الشبكات مع بعض. سأذهب إلى تبويب Network Devices ومن ثم Routers وأختار هذا الراوتر 2811. يجب أن نتفحص هذا الراوتر لنفهم ونعرف ما هي إمكانياته. بالضغط عليه مرة واحدة ثم الضغط على Config، هنا هذه إشارة أنه يعمل الآن. نلاحظ أن هذا الراوتر أو هذا الموجه يحتوي على منفذين إيثرنت، أي يمكن إيصال شبكتين عليه في آن واحد. يمكن العمل في حال ما يكون في هناك ثلاث شبكات أو أربع شبكات أو أكثر. يمكن إضافة منافذ إيثرنت إضافية، وذلك من خلال قائمة Physical. نلاحظ أن هذه هي رسمة الراوتر، وهذين هم المنفذين، وهناك خانات فاضية ممكن إضافة فيها منافذ أخرى. لعمل ذلك يجب أن نطفئ جهاز الراوتر أولا، ومن ثم اختيار أحد هذه البطاقات. سأختار هذه التي تنتهي ب FE2W لأنها تحتوي على منفذين إيثرنت بهذا الشكل. يمكن تشغيل الموجه مرة أخرى، وبالذهاب إلى تبويب Config نلاحظ وجود أربع منافذ الآن. الآن سأقوم بتوصيل هذه الأجهزة مع بعض، وبالتالي سأستخدم كابل المباشر وسأقوم بتوصيل هذا في المنفذ الأول، وسأوصل الشبكة الثانية على المنفذ الثاني، وسأوصل الشبكة الثالثة على المنفذ الثالث. سنلاحظ بأن الخطوط أو المؤشرات تظل حمراء ولا تتحول إلى خضراء، أي أن الاتصال لم يكتمل، وذلك لعدة أسباب. أولها هو أن هذه المنافذ غير مفعلة بشكل تلقائي في الراوتر، يجب تفعيلها بشكل
يدوي. ولعمل ذلك سنذهب إلى الراوتر مرة أخرى، ثم نذهب إلى فاس إيثرنت 0 أو المنفذ الأول، ونقوم بتشغيله من خلال الكبس على on هنا. وكذلك الحال بالنسبة للمنفذ الثاني، يجب عمل on والمنفذ الثالث on. لنقم بتجريب هذه التوصيلات وعمل ping من الجهاز هذا لهذا الجهاز. لم نتلقى أي رد من البينج، وبالتالي لا يوجد اتصال بين هذه الشبكة وهذه الشبكة. يمكننا عمل فحص آخر بين هذه الشبكة وهذه الشبكة للتجربة. أيضا لم نحصل على أي رد في هذا البينج، وبالتالي نستطيع الحكم بأن هناك مشكلة في التوصيل بين الشبكات. ما الخطأ الذي حدث هنا؟ الخطأ هو أن عندما يستعلم هذا الجهاز في أمر بينج عن هذا الجهاز، فإن الرقم لا يوجد ضمن هذا النطاق، فلابد لمكان ما يذهب له رقم الاستعلام، وبالتالي يوجه الاستعلام للمكان الصحيح. هذه هي وظيفة الراوتر، ولكن يجب علينا إعداد الراوتر بالشكل الصحيح حتى يتمكن من هذه العملية. لكل شبكة عندما نوصلها في الراوتر، لكل شبكة يوجد لها منفذ واحد يتصل مع هذا الراوتر، ويجب إعداد هذا المنفذ ليكون هو بوابة هذه الشبكة عند الاتصال بالشبكات الأخرى. إذن لكل شبكة منفذ واحد للشبكات الأخرى، ويجب علينا تثبيت هذا المنفذ من خلال الراوتر. إذن لعمل هذه العملية سأقوم بالذهاب إلى الراوتر، ثم الذهاب إلى Fast Ethernet 0 وهو الذي شبكنا من خلاله الشبكة الأولى. وهنا يجب تعيين هذه البوابة، هو عبارة عن رقم IP، ولكن عند استعلام هذه الشبكة عن أي IP خارج نطاقها، أي خارج المعرف الذي هو فيها، فإن الطلب هذا يذهب لهذا المنفذ. فسأقوم بعمل هذا المنفذ برقم 10 10 10 100. بنفس الآلية يجب علي تعريف المنفذ الخاص بهذه الشبكة الذي من خلاله يمكن اتصال الشبكة هذه مع الشبكات الأخرى. إذن سأذهب إلى 01 وهو المنفذ الثاني، وسيكون المنفذ هذا هو 20 20 20 100. إذن تم معرفة هذا المنفذ في الراوتر بهذا الرقم، وعند اتصال هذه الشبكة مع أي جهاز خارج عن نطاقها سيتم توصيل هذا الطلب أو هذا الاتصال لهذا المنفذ، ودور الراوتر أن يقوم بتحويل الطلب إلى الجهة المختصة. سنقوم بنفس العملية مع الشبكة الثالثة، هذا هو المنفذ الذي شبكنا فيه الشبكة الثالثة. هذا المنفذ الذي عرفناه على أنه 10 10 10 100 لهذه الشبكة، وعرفناه على أن يكون 20 20 20 100 للشبكة الثانية، وعرفناه ليكون 30 30 30 100 للشبكة الثالثة. هذا هو ما يعرف بـ Default Gateway. إذن بعد تعريف المنافذ الثلاثة في الراوتر، يجب الذهاب إلى الأجهزة واحد تلو الآخر وتثبيت الديفولت جيتوي.
في الحالة هذه سيكون 10 10 10 100. الآن عملنا عملية الضبط الخاصة بالموجه، وذلك بتثبيت المنافذ وأرقام العناوين لها. يمكننا الآن إجراء البينج مرة أخرى للتأكد من الاتصال. إذن نذهب إلى Command Prompt وسنقوم بالاتصال مع الشبكة الثانية على هذا الجهاز. ممتاز، حصلنا على ثلاث ردود وأخفق الرد الرابع، وهذا لأن الشبكة مستحدثة جديدة، ولكن إذا عدنا الأمر فستتم العملية بشكل كامل. الآن يمكننا التجربة مع الأجهزة التي هي هنا. تم الاتصال بنجاح، وبالتالي تم توصيل الثلاث شبكات من خلال الموجه مع بعض بالشكل الصحيح. إذا ما هو الديفولت جيتوي؟ هو المنفذ المعرف في الموجه، وهو يستخدم إذا ما تم طلب أو استعلام من أي جهاز في شبكة واحدة، والاستعلام هذا يتطلب عنوان من شبكة أخرى، وبالتالي يذهب هذا الطلب إلى الديفولت جيتوي أي الراوتر، وهذا الراوتر يقوم بتحديد الجهة المخولة أو المسؤولة عن هذا الاتصال أو هذا الاستعلام، ويقوم بتحويل الاستعلام للجهة المطلوبة، وبالتالي تتم العملية بنجاح. وهذا هو فعليا دور الراوتر، هو توجيه الرسائل أو الاستعلامات من أي شبكة إلى شبكة أخرى. إذا تعرفنا على ما هو الفرق بين المحول والموجه، نستخدم المحول لتوصيل عدة أجهزة في شبكة واحدة، نستخدم الموجه لتوصيل عدة شبكات مختلفة عن بعض، ولن نأتي إلى الجزء الأخير من أهداف هذا المشروع، الجزء الأول، وهو إضافة مجموعة من خوادم الويب وخادم DNS. بداية سأذهب إلى End Devices وأختار أربع سيرفرات. الأول سيكون google.com، والثاني مثلا يوتيوب، والثالث نتفليكس. يجب ضبط هذه السيرفرات. سأذهب إلى السيرفر ثم إلى Services، وفي الخانة الأولى تحت HTTP و HTTPS هما مفعلان، وهذا ما يجعل هذا الخادم خادم للويب. هناك ملف اندكس وهو ما يظهر على الشاشة عند عرض متصفح لهذا السيرفر. سنضغط على Edit مقابل اندكس ونغير، لن نغير في الكود فهذا ليس موضوعنا، ولكن سنغير عنوان مثلا. الآن يجب إعطاء هذا الجهاز عنوان ثابت. إذن سأذهب إلى إيثرنت تحت تبويب كونفيج وسأعطيه عنوان، وهذا سيكون في شبكة رابعة غير 10 و20 و30، سيكون في شبكة رقمها 40، فتعطيه الرقم 40 مثلا 45. إذا ضبطنا من خلال السيرفيسز ال HTTP أن تكون on، وغيرنا الاندكس ليكون يحتوي على موقع يشبه موقع جوجل فقط للتعبير، ومن قائمة config عدلنا في الفاست ايثرنت، وضعنا الاي بي ليكون ستاتيك. اذا هذا عنوانه 45 في الاخير. الثاني سنقوم بنفس العملية، ولكن هاي المرة سنغير العنوان ليكون 46. وكذلك الحال في السيرفر الثالث نتفليكس. إذن
لتفعيل خادم ويب يجب تفعيل خدمة HTTP و HTTPS، ويجب رفع الملفات الخاصة في هذا الموقع في هذا المكان. هناك بعض الملفات الخاصة بمتصفح النت، ولكن عدلنا عليها. بهذه الطريقة نكون أنشأنا خوادم الويب. الآن بخصوص الـ DNS Server وهو هذا، سنعطيه عنوان أيضا. نذهب إلى Config ومن Fast Ethernet سنختار عنوان Static، فليكن 40 40 40 41. إذا أعطيناه عنوان Static. أما في Services يجب تفعيل خدمة DNS، ولتفعيل دور الـ DNS Server يجب كتابة اسم الموقع وعنوان الجهاز الذي يحتوي على هذا الموقع وإضافته في الـ DNS. بمعنى الاسم الأول كان google.com، فيجب كتابة google.com، ثم إضافة العنوان أو الـ IP address للخادم الذي يحتوي على موقع google.com وهو هذا، وكان العنوان 40 40 40 45، ثم إضافته بهذا الشكل. إذن في كل مرة أي جهاز سيستعلم عن google.com سيذهب هذا الاستعلام إلى الـ DNS server وسيبحث في هذا الجدول، وعندما يجد أن google.com هو 40 40 40 45 سيرسل هذا الاستعلام لهذا الجهاز، ومن ثم يعرض هذا الجهاز ملفات الويب التي لديه للجهاز الذي استعلم. يجب إضافة الويب سيرفرز الأخرى. الآن كيف لنا أن نشبك هذه الأجهزة مع الشبكة؟ مبدئيا سنستخدم سويتش لتوصيلهم مع بعض كشبكة، ومن ثم توصيلهم إلى الراوتر. كما فعلنا في الشبكة الأولى والثانية والثالثة بأننا عرفنا رقم خاص بالمنفذ في الراوتر، فكذلك الحال بالنسبة لهذه الشبكة، فهي في الأخير عبارة عن شبكة. صحيح أنها تحتوي على سيرفرز DNS وخوادم ويب، ولكنهم في الأخير عبارة عن أجهزة ويتم اتصال فيهم بنفس الطريقة. مبدئيا يجب تفعيل المنفذ، فيجب الذهاب إلى هذا المنفذ وتشغيله، ومن ثم يجب تفعيل أو تسمية عنوان لهذا المنفذ خاص بهذه الشبكة، فليكن 40 40 40 100. إذن هذا سيكون هو الديفولت جيتوي لهذه الأجهزة حتى تستطيع الوصول للعالم أو الشبكات الأخرى. إذن سأعمل كوبي لهذا الرقم، وسأذهب لكل سيرفر. نبدأ بالدي ان اس في تبويب كونفيج، نذهب إلى settings وسنختار default gateway ليكون هذا الرقم. إذن في كل سيرفر نذهب إلى تبويب config ثم settings ثم في default gateway نجعل هذا الرقم الذي ثبتناه لهذا المنفذ. تمام. الآن بقي ضبط واحد إضافي يجب إضافته للشبكات حتى تستطيع هذه الشبكات الاستعلام والوصول للخوادم. هذا هو DNS server DNS وعنوانه 40 40 40 41. هذا DNS server يجب تعريفه في جميع أجهزة الشبكة، فلو أردنا إيصال هذا الجهاز إلى google.com لن يتم الاتصال الآن. ولنجرب. يظهر host name unresolved، بمعنى أنه لا يمكن الاتصال في هذا الجهاز، والسبب هو أن هذا الجهاز لم نعرف فيه عنوان الـ DNS server، أي العنوان الذي يجب الطلب له في الأول، ومن ثم هو يوزع الطلب على السيرفر الصحيح. لإضافة الـ DNS server نذهب للجهاز مرة أخرى ثم ipconfig، ويوجد تبويب خاص بـ DNS server سنضيف فيه عنوان الـ IP. الآن لو استعلم هذا الجهاز عن google.com يظهر الموقع الذي عدلنا فيه بعض التعديلات google.com welcome to google.
لو استعلم هو نفسه عن موقع يوتيوب سيذهب إلى الصفحة الخاصة بيوتيوب، إذا استعلم عن نتفليكس سيظهر له الصفحة التي عدلنا فيها لنتفليكس. إذا ما الذي يحدث هنا؟ هذا الجهاز يستعلم عن اسم، هذا الاسم لا يوجد في هذه الشبكة، فيتم إرسال الطلب إلى المنفذ الخاص أو الديفولت جيتوي الخاصة في هذه الشبكة في الراوتر. الراوتر يقوم بمعرفة أن الطلب هذا تابع لهذه الشبكة فيرسله لهذه الشبكة، ولكن يرسله إلى DNS. DNS هو الذي يحدد أي من هذه الطلبات يوجه لأي خادم، وبالتالي يتم الوصول للخادم المطلوب ويستعلم عن الصفحة، ويتم الرد بنفس الطريقة للجهاز الذي استعلم عن الصفحة. إذن يجب إضافة DNS server وهو عنوان هذا السيرفر على جميع الأجهزة حتى يتسنى لها الاتصال بالمواقع. وهنا ينتهي الجزء الأول أعزائي الطلبة، أرجو منكم أن تقوموا بهذا التمرين العملي لأنه سيفيدكم جدا في فهم وإدراك وظائف الشبكة وأهميتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.